عليكم، تحية طيبة على الجميع، وأهلا وسهلا فيكم في الدرس الأول من دورة C++. في هذه المحاضرة راح نجاوب على السؤال ليش نريد نتعلم C++. خلينا نشوف لغة C++ شقد لها فائدة في الشغل داخل أومنت بلس بلس. أومنت بلس بلس برنامج يمكنك تنصبه داخل الأوبريتنج سيستم اللي شغال عليه، سواء ويندوز أو سواء لينكس أو ماك، فهو يدعم الاوبريتنج سيستم اللي تريد تشتغل بيها. فبعد ما تم تحديد الاوبريتنج سيستم وقمت بتحميل وتثبيت اومنت بلس بلس، حتوفر لك مكاتب موجوده بامكانك ان تستدعيها داخل اومنت بلس بلس اللي هي فريم ورك. عندنا مثلا عندك فريم ورك فيز، فريم ورك سيمو ال تي اي، فريم ورك اوبن فلو، فريم ورك اي نت. هذه الفريم ورك تقوم بتحميله داخل اومنت بلس بلس تشتغل بصوره واضحه. مثل ما جاي نقول احنا اومنت بلس بلس، ليش بلس بلس؟ معناتها اومنت يشتغل ويدعم اللغه سي بلس بلس. وهنا مجموعه من الفريم ورك موجوده داخل اومنت. مثلا عندك الفريم ورك اوبن فلو. هذا الفريم ورك اذا كنت شغال على البحث الاس دي ان، اس دي ان سويتش اوبن فلو كنترولر، راح تكون بحاجه الى انفايرمنت تعمل لك سيموليت للسيناريو. فاوبن فلو في جميع المكاتب، جميع الكود المتعلق بالاوبن فلو او الاس دي ان نتورك. الكاستيليا فريم ورك راح تكون خاصة الى WSN او البان نتورك، بحيث تعمل سيموليت للسنسرات الموجود وتقوم باضافة الفكرة وتحليل البيانات والنتائج. فلو شغال مثلا على رينا او شغال على نتورك سيكوريتي داخل الاومنت، حاجة الى تثبيت النيتا فريمورك حتى يوفر لك مكاتب الى طريقة الاتاك شلون تكون بحال شغال مثلا سيمو LTE، بمعنى شغال بحثك على LTE والLTE Advanced كل ما يتعلق بال4G وال5G. هذا الفريمورك لما تقوم بتحميله داخل اومنت راح يوفر لك البيئة العمل بال5G 4G وتعمل سيموليت بصورة سهلة. وكذلك عندك اللورا، وعندك الكان، وعندك الفيس والكلاود سكس لوبان، عندك مجموعة كثيرة من فريمورك تدعم الاومنت بلس بلس. شنو علاقة بلس بلس بالفريمورك؟ علاقتها كالآتي: كل الفريمورك تم بناءه وتطويره باستخدام اللغة سي بلس بلس. فإذا كنت تشتغل على الفيس فريمورك او شغال مثلا على الكان فريمورك، انت بحاجة الى ان تتعلم اللغة سي بلس بلس على مود تعرف شلون ربط الملفات مع بعضها، وشلون تم استدعائها، وشلون بامكانك ان تضيف الفكرة وتعمل سيموليت وتقوم بتحليل وجمع البيانات الموجودة. سي بلس بلس هي اللغة الرئيسية الموجودة المعتمدة على الفريموركس داخل اومنت. فكرة رئيسية على الاومنت شلون يشتغل، يعني مهما كان الفريمورك فهو هذا المبدأ الواحد الموجود. المبدأ يقول انه عندنا اصغر وحدة موجودة داخل الاومنت اللي هي اسمها simple modules. هاي simple modules تتم انشائها لوحدها كفايلات متعلقة بها، بعدين تنشئ simple module ثاني ثالث رابع. في حال تريد تربط اكثر من سمبل مديول مع بعض، تربطها بمديول واحد يسموه كومباوند موديول، تربطها وتكون مدموجات مع بعض. كل سمبل مديول بحاجة الى جيت على مود تعمل انبوت للمسج واوتبوت للمسج، وهذا يكون الكونكشن ما بين السمبل موديول الاول مع السمبل موديول الثاني. خلونا ناخذ كمثال مثل الحاسبة هي تعتبر كومبوند موديول. يعني ليش؟ لان هي تتكون من ليارات محددة، تتكون من فيزيكال لير اللي هي الفيزيكال لوحدها اصغر وحدة بالليارات، راح تكون هي داعمة الى سمبل موديول. كذلك الماك لير تكون هي عبارة عن سمبل موديول داخل الكمبيوتر، وهكذا حد ما تقوم ببناء النود الموجودة سواء كمبيوتر سواء فيكل سواء IOV سويتش
اس دي ان اي نود من النتورك تشتغل عليه راح يكون يتبع هذا المبدا. طيب هنا في حاله تريد ربط ما بين الموديول كومبود موديل مع كومبود موديول على مود يعمل كوميونيكيشن، يعني شنو الغرض من انشاء الحاسبه؟ هي فائدتها على مود تربط او ترسل بيانات من حاسبه لحاسبه اخرى، او اي نود هي تقوم بارسال البيانات من نود الى نود اخرى. فهنا يكون الربط واير او وايرلس حسب البروتوكول الشغال فيه داخل الاومنت. المسجات الموجوده تنتقل من هاي جي الى هاي جي كلها مع السمبل موديول تم انشاءها بلغه سي بلس بلس. فمعناته في حال تريد تنشا اصغر موديول في اي نود عندك هنا بحاجه الى لغه سي بلس بلس على مود تنشا هذا السمبل موديول. كذلك المسجات الهدمين متكون المسج من كم هدر وشلون تتعامل مع المسج تكون تم انشائها بلغه سي بلس بلس داخل اومنت بلس بلس. فهنا النود من تريد ترسل الى نود اخرى طريقه تعامل الارسال، طريقه التعامل عند الاستلام، طريقه عمل الخوارزميه داخل اللايرات مثل بالماك لاير شلون تشتغل، بالفيزيكال لاير شلون طريقه شغلها، كلها راح تكون مبرمجه ومطوره داخل لغه سي بلس بلس. فهنا الدوره راح تستهدف هاي اللغه سي بلس بلس، وراح ناخذ كل الامثله واللي يتعلق بها سي بلس بلس بحيث تمكننا بعمل داخل اومنت بلس بلس بصوره سهله ومبسطه. راح نواجه اي صعوبه في حال اي بروجكت اي مشروع اي فريم ورك موجود داخل اومنت بامكاننا التعامل معه بسهوله. سي بلس بلس لغه جدا مهمه، هي مو فقط راح تستفاد من عندها في هاي الدوره فقط، لا راح تستفاد انه تعمل جيمنج، يعني هي داخله اللغه في مجال الجيم، وعندها مثلا تيتريس دودل جام، عندك مجموعة من الألعاب بإمكانك أن تنشئها داخل السي بلس بلس. كذلك عندك ألعاب أخرى بإمكانك أن تنشئها باستخدام لغة سي بلس بلس، وهذه مثل ما الألعاب المشهورة واللي تكون موجودة بكل جهاز تليفون في الوقت الحالي موجودة تم استخدامها بلغة سي بلس بلس. يعني ايش قد قول مدى قوة اللغة في الوقت الحالي، يعني اللغة سي بلس بلس هسه في هاي السلسلة ما راح تستهدف فقط انه تشتغل داخل اومنت بلس بلس، لا راح تفتح لك افاق لقدام في تعلم هذه اللغة. كذلك لغة سي بلس بلس تم تطوير برمجة لعبة البوبجي الشهيرة باستخدام اللغة سي بلس بلس. فكل ما تلاحظه كل النودات الموجودة او الفيجر وطريقة التعامل وطريقة السلاح وطريقة الرمي وطريقة النار الموجود تم تصميمها باستخدام لغة سي بلس بلس. فلغة سي بلس بلس لغة قوية. كذلك تطبيقات اخرى تستخدم لغة سي بلس بلس اللي هي بالاوبريتنج سيستم، بحيث تم انشاء الويندوز باستخدام لغة سي بلس بلس. الويندوز كل الفيرجن متعلق به من 7، كل الفيرجنات الموجودة تم انشاءها بلغة سي بلس بلس. كذلك راح تستفاد من هذه السلسلة في حال في الجانب الأكاديمي، يعني تدرس الطلاب على اللغة، تدرس مدرسة أو في الجامعة، فهذه اللغة جدا مهمة وجدا مفيدة نتعلمها. يعني بمعنى هاي المحاضرة انه سي بلس بلس ضروري نتعلمها بالتفصيل ونشوفها شلون تتم التعامل معها داخل فايلات الاومنت. هي في نفس الوقت لما تكون عندنا هاي الامكانية التعامل مع اللغة سي بلس بلس وتطبيقها داخل اومنت بلس بلس، معناتها راح توفر لنا افاق جدا واسعة، وراح تخلينا نقدر نتطور الى الاكثر، نتقدم الى الاكثر في حال اشتغلنا اي تطبيقات اخرى في لغة سي بلس بلس. ان شاء الله راح نبلش السلسلة في الدروس القادم ونشرح اللغة سي بلس بلس، وراح نعرض الامثلة الموجودة داخل الاومنت بلس بلس، يعني دائما ننظر السي بلس بلس من جهة الاومنت بلس بلس.